عجبتش، ما عجبش نعمل اي علاقه، حبيته اكثر من روحي. مي هو جاي ما حبيتش تتنحى. ندمت ندمت صحيح الخيانة. وبالطبيعة رجالنا الأيامات هذي فماش راجل في الدنيا ما يعمل إيه صحيح. هو في مجتمعنا التونسي هنا ذكوري كلام على اللنثة، حتى في طلاقك في كل شيء حطوا كل شيء على اللنثة. شنو الحاجة اللي تخلي امرأة تكره راجل حبت؟ الخيانة. خيانة. وبالطبيعة رجالنا الأيامات هذي فماش راجل في الدنيا ما يعمل إيه صحيح. ما توجع كي تكون معناتها موصولة من أقرب الناس ليك. تعرضت في يوم ما للخيانة؟ صحيح. قداش بتحكي لنا؟ قداش ديما علاقتكم وعلاش خانك؟ دائما ديجا أنا كنت معرسة صحيح. مي نلقى صاحبتي خانتني مع راجل. مش كاينو راجلك خانك مع صاحبتك تجي اصح؟ لا تجي صاحبتي، خاطر الراجل ديما معليش ملام. علاش معليش ملام؟ خاطره هو في مجتمعنا التونسي هنا ذكوري ما يتلامش على الذكر بطبيعته، يتلام على اللنثة، حتى في طلاقك في كل شيء حطوا كل شيء على اللنثة. حتى كي تمشي في الثنية نورمال تلقى لنثة، هي كل شيء تبود عليها انسان لنثة، كل شيء لنثة، هي اللي تحمل مسؤوليتها. تحمل مسؤوليتها ديما الأنثى، هي على خطر لنثة نورمال ما هي اللي توصل طايح روحها على الحاجة ذيك، هي وبلا ما هي ما قراتش حتى كان وهو ظهر كل وحب يعملها نورمال ما هي بصفتها صاحبتي تقول له لا، فهمت؟ هذيك شنية اللي وجعت. شكون تلومه أكثر؟ رجلك يعني طليقك هو، طلقته هو؟ طليقك وإلا صاحبتك؟ نلوم صاحبتي أكثر. قديش عندك تعرفها صاحبتك؟ برسك 4 سنين. 4 سنين. ودام عرسي 7 سنين بطبيعته. يعني معناتها ريت عرفتها كي أنا معرسة. كانت أكثر من أختي مش صاحبتي هكا. دخلتها لدارك؟ أي صحيح. ما ندمتش إنك دخلتها لدارك ودارت لك عراجلك؟ ندمت. ندمت صحيح. نقول لي حسك باش تفهم خاطر الحكايه فعلا وجعتني على الاخر، ما عادش نجم نعطي اي في ثقه في اي راجل اصلا، حتى اي راجل يجي يحكي معايا ديما نحطه هو يكذب عليا. من بعده بطبيعتي ما نجمتش، ما نجمش نعمل اي علاقه. شبيك تحسك باش تبكي؟ لا خاطر اصلا حبيته صحيح، حبيته أكثر من روحي. مي وجاية ما حبيتش تتنحى، تو 4 سنين ما حبيتش تطلع، لا حبيت نجم ثق في أي راجل. ماتت فيك حاجة اسمها ثقة؟ صحيح. يعني حتى توي متقدموا لك عبيد وكل شيء ما ترفض؟ نرفض. مو فما زيد رجال باهين كيما زيد فما رجال خايف؟ فما. مي انت ما تنجم زيد تعمل تعاود تقمر بحياتك، خاطر مش عمري صغير انا باش نعاود نقمر من الاول وجديد، نبقى نعرس ونطلق نعرس ونطلق. ساعات نقول نقعد بيني بين روحي نقول يا اخي لمتى باش تقعد انت كي وحدك عايشه وحدك في الدنيا وحدك ما عندكش سند امك ونسيرها باش بعد عمر طويل. بعد عمر طويل بتبيع مي، اما انتي شنو في الاخر من بعد امك شنو؟ نقعد بعد نخمم بعد نقول لا ما نعاودش نفس الحكايه، نفس الوجيع، نفس ممكن المره هذه ما عادش عندك قوه باش تتحمل اكثر. ما عادش عندي قوه باش تتحمل اكثر. شنو تحب تقولها صاحبتك هذه اللي غدرتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، اكثر من هيك ما نعرف. مازلت تمن الصحبات؟ ديجا ديما وحدي ما عادش يعني الثقة ماتت في الولاد وفي البنات. في الولاد والبنات. شنو كلمتك الأخيرة؟
نوصي اي صاحبه انها على الاقل كي باش تعمل علاقه تبعد على صاحباتها، تبعد على رجال صاحباتها، خاطر الغدره مره على الاخر، ما تكونش هي سبة انها تكون فجاع صاحبتها، لخاطر الوجاع ما عمرها كي تكون من صاحبتك عمرها ما توصل تتنحى جملة. ممكن وجاعة الراجل تتنحى، اما وجاعة الصاحبة ما تتنحاش. صح،